هكذا هي الأجواء قبل انطلاق حفل اختتام مهرجان الموسيقى السيمفونية بقاعة العرض بأوبرا بعلان بالسائح. الجمهور جاء بقوة لتوديع قامات عالمية في هذا النوع من الموسيقى. رانا نستناو ونتمنى ان شاء الله تكون سهره، اكيد اني متاكده بلي تكون سهره في القمه وفي المستوى ان شاء الله. Aujourd'hui pour nous c'est encore une soirée très agréable. Nous pourrons voir un orchestre russe. خلف الكواليس الكل في اعلى درجه التركيز. الموسيقيون من الفرقتين السوريه والروسيه يتجهزون للقاء الجمهور. هالسنة اخترنا مجموعة وتريات، وتريات الفرقة السيمفونية الوطنية السورية، نكونوا موجودين مع برنامج متنوع مكتوب للوتريات. رح يكون برنامج متنوع، برنامج يتعود يعتمد على الرقصات المكتوبة للوتريات حتى نعطي لون جديد. بدأ الحفل وانطلق العرض الموسيقي بروائع موسيقيين عالميين على غرار فورجاك وتشايكوفسكي وغيرهم. Première fois à l'opéra d'Alger, حفل الاختتام كان هايل، surtout qu'ils خيروا l'orchestre russe مع l'orchestre syrien, c'était un choix parfait. Magnifique, c'est super, on est très ravi de participer à cet événement. On se sent la vigueur musicale de différents pays, magnifique. هي آخر سهرة موسيقية بأوبرا بعلان بالسائح، فبعد أسبوع من العرض الجمهور يودع المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية على أمل تنظيمه السنة المقبلة، لا سيما لعشاق هذا النوع من الموسيقى.